مرحبا دكتور. دكتور أحمد سليمان، اختصاصي أمراض داخلية. دكتور أحمد، عم نلاحظ انتشار مرض السحايا هالفترة كتير. عرفنا عن مرض السحايا، الوقاية منه، كيف انتشاره؟ بصراحة نحن كمان لاحظنا أن في انتشار لمرض السحايا بشكل واسع بالمنطقة، بس السبب معروف. بدأ دراسة سبب السحايا، هل هو فيروسي أو جرثومي أو أي شيء تاني؟ ملاحظ كأنه الفيروسي وجرثومي، كأنه إنه بعض الحالات تشفى تلقائيا وبعضها تحتاج إلى مضادات حيوية. من المعروف إنه التهاب السحايا هو التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي والسائل الدماغي الشوكي. طبعا عندما يحدث الوزمة فيحدث أعراض السحايا من صداع شديد وحرارة شديدة، قيء، تيبس بالرقبة، وهن عام. أحيانا إذا ما تعالج توصل لمراحل متقدمة، يعني بيصير أحيانا أعراض صرعية، أحيانا يصير تلف بالدماغ، ضعف التركيز، ضعف الذاكرة. في كتير علامات إذا ما تعالجت المريض من السحايا. مرض السحايا طبعا خطير إذا ما تعالجت، يعني في بعض الحالات ممكن تشفى خلال أسبوع أو أسبوعين، وأحيانا في فترات أطول. طبعا أكثر شيء التهاب السحايا منتشر هو التهاب فيروسي، وطبعا في حالات في التهاب حالات بكتيرية وحالات فطرية، طفيليات، وبعض الأنواع السرطانات والأدوية الكيماوية، وضع الرأس. كل هالحالات يمكن تسبب التهاب السحايا، فيجب معرفة السبب حتى نعالج المريض. فإذا مريض شكى من أي أعراض تشبه السحايا، يفضل مراجعة الطبيب مباشرة. يطلب منه تحاليل مخبرية، يطلب منه تبقي محوري، يمكن يطلب منه فحص دماغي شوكي ليثبت لنا هل هو جرثومي، هل هو فيروسي. سال دماغ الشوكي راح يبين شو سبب السحايا. طبعا السحايا بتنتشر للأعمار يعني الأعمار من 5 سنوات الصغيرة ولا العمر 20 سنة، يعني أكثر شيء، يعني وأكثر شيء متداول قلنا إنه هو الفيروسي. بعدين يجي جرثومي، وأكثر شيء المكورات الرئوية والمكورات السحاوية. فلازم نعرف السبب حتى نعالج المرض. والوقاية إنه في حال وجدت مريض سحايا، الأفضل أولا الزام البيت أقل شيء 72 ساعة. وفي الحالات الأخرى طبعا تباعد اجتماعي جيد. المرض ينتشر في الأماكن المغلقة المزدحمة، مثل المدارس، السجون، يعني الأماكن اللي فيها تواصل اجتماعي لصيق يعني. فلذلك إذا وجدت حالات سحايا فالأفضل يحدث تباعد اجتماعي. ثانيا الرعاية بالنظافة، نظافة اليدين خاصة الأطفال عندهم خروجهم من البيت ورجوع للبيت، الأفضل تعليمهم كيفية غسل اليدين، تعقيم الجيد يعني بالصابون، المي والصابون، لبس الكمامات، لأنه يمكن ينتقل عن طريق السعال، العطس يمكن ينتقل الالتهاب.